واستنورة عقيدة جديدة وفن جديد. اتولد ظلام الفوضى السياسية، واتولد معاها أشهر ملك من ملوك مصر القديمة، اتولد توت عنخ آمون. أنجب إخنة ابن توت عنخ آتون، وعاش ابنه مع جدته الملكة تيف. وعلشان نتعرف على كرتوش أشهر ملك من ملوك مصر القديمة، هنلاقيه بعد علامة صارع على شكل البطة وقرص الشمس، ومعناها ابن الشمس. العلامة اللي على شكل نصف رغيف الخبز هي حرف الت، وفرخ السمان هو حرف الواو، واتكررت علامة نصف رغيف الخبز حرف الت، وتتنطق الكلمة على بعض توت ومعناها صورة. أما مفتاح الحياة جت بعدها ومعناه الحية، ويبقى توت عنخ معناه الصورة الحية. وإتن هنا اتكتبت في الأول لأن أقدم المصري القديم اسم المقدس أتون في الأول للتبجيل، لكن نطقناها في الآخر.